السلام عليكم طلبة وطالبات، كنتمنى انكم تكونوا بخير. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نبداو في لو شابيتر 1، الموديل ديال لي دغو كاربور اي فونكسيون مونوفالونت. دونك الشابيتر الاولى اسمها لا رياكسيون شيميك. داكور، دونك نبداو اول حاجه شنو هي اون رياكسيون شيميك. دونك لا رياكسيون شيميك اي ريبريزونتي بار اون ايكواسيون، دونك واحد التفاعل كيميائي كنتلو دائما بواحد ليكواسيون شيميك، بواحد المعادله تفاعليه. هذيك المعادله التفاعليه انديك لي رياكتيف اي لي برودوي. دونك ملي كنكتبو ليكواسيون كيكونوا فيها لي رياكتيف اللي هما متفاعلات، وكيكونوا فيها لي برودوي اللي هما النواتج. وبصفه عامه راه كنكتبو اون ايكواسيون شيميك ا بلس بي دون سي بلس دي. داكور، دونك بالنسبه لهاد ا، دونك كيكون واحد كويفيسيون بتيتا، وهنا كيكون واحد كويفيسيون بتي بي، هنايا بتي سي، وهنا بتي دي. دونك على حساب مثلا كتكون ا اون مول دو مول 3 مول، داكور، بي كذلك مثلا اون مول دو مول، وكيعطيني لي برودوي. لي برودوي حتى هما على حساب نقدر نلقى اون مول دو مول 3 مول، داكور، الى اخره. دونك افيك ا بي سي اي دي سو سون دي كويفيسيون ستوكيومتريك. داكور، دونك راه ديجا شفتو اون رياكسيون شيميك في اس 3، داكور، بصفه عامه كنكتبو هكا، وهادو هما لي كويفيسيون ستوكيومتريك. دونك غادي نمشيو للفقره الثانيه، classification des réactions organiques. Donc, fait la partie هذه غادي نكلاسيو les réactions على حساب le type، على حساب النوعيه ديال كل réaction. Pour déterminer le type d'une réaction organique، باش نحددو النوعيه، on compare la structure du produit obtenu. غادي نقارن داك الصيغه ديال هذاك المنتوج اللي لقيت ainsi du produit de départ مع هذاك المنتوج البدئي، يعني المتفاعل. يعني هنايا باش نحدد النوعيه تاع واحد التفاعل خاصني نقارن ما بين المنتوج البدئي والمنتوج النهائي، يعني داك اللي حصلت عليه. يعني غادي نقارن بين المتفاعلات والنواتج بصفه عامه. كلاسيفيكاسيون بار تيب دو رياكسيون، هنا غادي نكلاسيو على حساب الانواع. دونك كاين بزاف على الانواع ديال لي تيب دو رياكسيون. نبداو اول نوع اللي هو رياكسيون ديليميناسيون. دونك بصفه عامه شنو هي رياكسيون ديليميناسيون؟ هو انه كنفقد واحد الجزيئه بصفه عامه، هذه لا رياكسيون ديليميناسيون. دونك سي لا بيرت دون موليكول، هو فقدان واحد الجزيئه او جروب داتوم. شنو هو جروب داتوم؟ مثلا هو هذا، ناخذ هذا هو هذا ليكزومبل، هذا جروب داتوم. علاش تسمى جروب داتوم؟ حيت فيه بزاف ديال لي زاتوم. داكور، مثلا هنا سي اش 3، مثلا هنا اش، مثلا هنا ان او 2، الى اخره. دونك هو لا بير دي موليكول او جروب داتوم. قال لك كيلون ريزولت جينيرالمون لا فورماسيون دو ليزون ملتيبل. قال لك بصفه عامه ملي كتكون عندك لا رياكسيون ديليميناسيون كتفقد واحد الجزيئه، وكيظهر عندنا واحد ليزون ملتيبل. اشنا هي لا ليزون ملتيبل؟ راه ديجا شفتوها في اس 3 في لا شيمي اورغانيك جينيرال. شفتو كاينه سامبل ليزون، يعني وحده، كاينه دوبل ليزون، وكاينه تريبل ليزون. انا غادي ناخد هاد ليكزومبل. مثلا هذا جروب داتوم، داكور، هذا واحد لو جروب داتوم. هاد لو جروب داتوم قلنا شنو غيوقع؟ غيفقد واحد لا موليكول، وغيظهر لينا واحد ليزون ملتيبل. دونك هاد لو جروب غيفقد هاد لي دو زاتوم، وهاد لي دو زاتوم غيكونوا واحد الجزيئه مع بعضياتهم، داكوغ، ا بي، وغادي نحصل على واحد ليزون ملتيبل. دونك هاهي لا ليزون ملتيبل. هادي بصفه عامه. من بعد ان شاء الله راه غادي نشوفو لي ميكانيزم، يعني غادي نشوفو كيفاش حصلنا على هاد لي برودوي، داكوغ. دونك هادي غير بصفة عامة، غير تعرفوا شنا هي رياكسيون ديليميناسيون. ولي زوطخ شابيتخ ان شاء الله راه غادي نشوفو كيفاش كنحصلو على هاد النواتج، داكوغ. دونك هنا غناخد واحد ليكزومبل
بصفة عامة، داكور، بصفة عامة هذه هي لا رياكسيون. أنا غناخد واحد إكزومبل، مثلا غناخد هنا سي اش 3 سي اش 2 وناخد او اش. هاد لو جروب غتكون عنده واحد لا بيرت دون موليكول، يعني هنا غادي نحصل على سي اش 2 دوبل ليزون، هادي هي ليزون لو تيب سي اش 2 بلس. دونك اش اللي تحيد ليا هنا؟ دونك غادي تحيد ليا او اش مع واحد اش، داكور. دونك غادي تولي بلس اش 2 داكور. دونك هنايا عندي فورماسيون دو ليزون ملتيبل زائد واحد لا بيرت دون موليكول، داكور. هاد الموليكول هادي وقعت لها واحد لا بيرت، او هاد لو جروب داتوم وقعت له واحد لا بيرت دون موليكول، ها هي لا موليكول داش دوزون، داكور. وكيما قلنا راه غادي نشوف لي زوتخو شابيتر كيفاش غادي نديرو لي ميكانيزم، يعني كيفاش غنحصلو على لي برودوي فينال، داكور. هنا بصفة عامة خصكم غير تعرفوا لي رياكسيون لي تيب فقط، تعرفوا غير لي تيب ديال لي رياكسيون. نمشيو لا رياكسيون داديسيون. دابا لا رياكسيون داديسيون هي العكس ديال لا رياكسيون ديليميناسيون. هنايا هاد لا رياكسيون ديليميناسيون حيدت شي حاجة، هنايا اديسيون جات من الزيادة، يعني انه غادي نزيد، داكور، غنزيد شي حاجة. دونك بصفة عامة رياكسيون داديسيون سي لا ساتوراسيون دو ليزون بيتوبي، داكور. شنو كتعني الساتوراسيون؟ دابا في الاول هنايا اشنو حصلت؟ حصلت على ليزون ملتيب، كنقول ان ساتوراسيون، داكور، كنقول ان ساتوراسيون. ملي كنحصل على ليزون ملتيب كنقول ان ساتوراسيون. ملي غادي تحيد ليا ليزون ملتيب غادي نقول ساتوراسيون. كيفاش؟ غادي ناخذ مثلا واحد اكزومبل سي بصفة عامة سي دوبل ليزون سي، غناخد هاد لو جروب داتوم وغادي نزيد ليه واحد الموليكول. كما قلنا لاديسيون العكس ديال اليميناسيون، هنايا غادي نزيد موليكول، هنايا غادي نفقد موليكول، داكور. من بعد شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى سي، دونك بحال غنرجع للاولى، داكور، سي هنايا غتكون عندي لاتوم ا، هنايا لاتوم بي، هنايا حصلت على ليزون ملتيبل كنقول ان ساتوراسيون، داكوغ. هنايا لقيت ليزون ملتيبل، هنايا اشنو وقع؟ تحيدات ليا داك ليزون ملتيبل ولات سامبل ليزون. ملي كتحيد كنقول ساتوراسيون، صافي. دونك بصفة عامة رياكسيون داديسيون سي لا رياكسيون او سي لا ساتوراسيون دي ليزون ملتيبل et l'en résulte l'introduction d'une molécule. هنايا la perte d'une molécule كنفقدو جزء A، هنايا l'addition introduction كنزيد molécule، d'accord، l'introduction d'une molécule ou groupe d'atomes nouveau، d'accord، كنزيد une molécule هذاك لو جروب d'atomes، d'accord. غناخد واحد اكزومبل هنايا مثلا ديال CH2 دوبليزون CH2، هنايا غادي نزيد HBr باغ اكزومبل، داكور، غير مثال. هنايا شنو غادي نحصل؟ دونك غادي تكون عندي كيما قلنا ساتوراسيون، يعني غادي تحيد ليا ليزون ملتيبل. الا جاب الله ظهرت عندي ليزون ملتيبل كنقول ان ساتوراسيون، الا تحيدات ليا كنقول ساتوراسيون، صافي. دونك هنا غادي تحيد، داكور، غادي تولي بحال هاد المثال هذا، غترجع عندي بالعكس، غتولي سي اش 3 سي اش 2 وهنايا غادي تولي عندي بي ار، داكوغ. دونك هنايا زدت موليكول وتحيدات ليا ليزون ملتيبل، هنا العكس، هنايا تحيدات ليا موليكول وظهرت عندي ليزون ملتيبل، داكوغ. دونك نمشيو دابا لواحد لو تيب اخر ديال لي رياكسيون، رياكسيون دو سوبستيتيسيون. سوبستيتيسيون جات من لي شونج، داكوغ،
يعني كنشونجي شي حاجه هي سوبستيتيوسيون. قالك مي اون ايفيدونس ان ايشانج دي موليكول او جروب داتوم انتر لي رياكتيف ميز اون جو. شنو كتبي؟ ناخد واحد اكزومبل باش نفهم. دونك ناخد واحد اكزومبل مثلا ديال سي اش 3. ناخد هنا مثلا سي اش 2 سي ال باغ اكزومبل. دونك بحال بحال سوا سي ال او لا بي ار او لا الفليور. ناخد هنا مثلا اش او موان داكوغ. دونك قالك سوبستيتيسيون هي واحد لي شونج دي موليكول داكوغ او جروب داتوم. دونك ايشونج دي موليكول ها هي واحد موليكول ها واحد لو جروب داتوم. دونك يوقع بيناتهم واحد لي شونج داكوغ. دونك شنو غادي تشونج هنا؟ دونك غادي نحصل هنا على سي اش 3 سي اش 2 داكوغ. هنا لي شونج اللي غيوقع هو ما بين او اش موان وهاد لو جروب بالضبط. غتحيدي هاد سي ال موان وغادي نحصل هنا على او اش بلوس سي ال موان داكوغ. دونك هذا هو لا رياكسيون دو سوبستيتيسيون بصفة عامة هي ليشونج دي موليكول مع لو جروب داتوم داكوغ. هذاك الموليكول كتكون هي عبارة على رياكتيف داكوغ. دونك هذا راه رياكتيف متفاعل. نمشيو للتيب الاخر رياكسيون دو ترونسبوزيسيون او لا كنقولو ريارونجمون. بحال بحال ترونسبوزيسيون يعني داك التنظيم ديال لي موليكول ما غيبقاش هو غيتشونجا هي ترونسبوزيسيون او لا كتسمى ريارونجمون داكوغ. راه بحال بحال. دونك كيف عاد غادي ناخد واحد ليكزومبل. دونك راه كيما قلنا في الشابتر الاولى غير بصفه عامه راه من بعد غادي ندخلو لي ديتاي داكوغ. دونك هنايا مثلا غادي ناخد واحد ليكزومبل ديال مثلا ناخد سي اش 3 مثلا سي اش 2 سي اش 2 بلس. شوف هنا دابا شنو غادي ندير. دونك سي اش 3 سي اش 2 هنايا اولا ناخد هنايا سي اش 3 وناخد هنا بلس. دونك هذا عباره على اش على كربون كاتيون. دونك واحد الكربون فقد داكوغ. دونك كيولي بلس ملي كيفقد كيولي بلس. هنايا هاد لو كربون كاتيون كيتسمى كاربوكاتيون بريمير داكوغ. علاش كيتسمى بريمير؟ حيتاش هاد لو كاربوكاتيون اللي هو سي اش 2 بلس شحال غادي كالير مزدي معاه واحد الار فقط داكوغ. مثلا هذا كامل داكوغ نسميه ار داكوغ. هذا غيتسمى سكوندير. علاش غيتسمى سكوندير؟ حيتاش هاد الكاربوكاتيون هذا شحال من ار مزدي معاه؟ جوج. كاين هنا ار واحد لو جروب الكيل داكوغ. واحد لو جروب الكيل هنايا وهنا. دونك كاين جوج هذا كيتسمى سكوندير حيتاش كاين دايرين به جوج. هذا كيتسمى بريمير حيتاش لاصق فيه غير واحد. الا كان مثلا تيرسيير غيكون على هذا الشكل داكوغ. وهنايا بلوس. دونك هذا كاربوكاتيون بريمير كنرمزو ليه بحال هكا. هذا كاربوكاتيون سكوندير وهذا كاربوكاتيون تيرسيير صافي. دونك هنايا شنو وقع؟ وقعت ليا واحد ترونسبوزيسيون او لا ريارونجمون. دونك تشونجا ليا من الكاربوكاتيون بريمير للكاربوكاتيون كيفاش داير سكوندير داكوغ. دونك بصفه عامه رياكسيون دو ترونسبوزيسيون هي واحد ريارونجمون او لا اون ريورغانيزاسيون. شنو هي ريورغانيزاسيون؟ جات من الاورغانيزاسيون. شنو هي اورغانيزاسيون؟ هي تنظيم داكوغ. و ريورغانيزاسيون هي إعادة التنظيم. داكشي عاود تنظم ليا مبقاش كيما اللول. داكشي اللي وقع هنا في اللول كانت عندي هاد لا شارج بلوس كاينة مثلا في هاد لو كوتي هذا ياك. من بعد اش وقع ليها؟ جات هنا يعني مبقاش تنظمها. كان في اللول التنظيم عندي هكا من بعد جات هنايا. داكشي إعادة التنظيم كتسمى ريورغانيزاسيون داكوغ. مثلا غناخد واحد المثال آخر مثلا سي لوبليزون ان او اش. ناخد مثلا سي هنا كيما كان لو جروب ماشي مشكل حنا غير بصفة عامة. هنا مثلا سي لوبليزون او ان اش
simple liaison. D'accord? Donc, je n'aurai pas. هنا غيوقع ليا نفس الشيء غير اورغانيزاسيون داك التنظيم ما غيبقاش هو هو. هنايا شنو غادي ندير؟ غناخد هاد او هادي غنحيدها من هاد الجهه وغنجيبها لعند هاد الكربون، هذا تولي عباره على سيتون داكوغ. وهاد ان هادي غتاخد هاد اش، من بعد غادي نشرحو الميكانيزم. دونك هنايا شنو وقع؟ غير رونجمون او لا غير اورغانيزاسيون او لا ترونسبوزيسيون، ما بقاش عندي نفس التنظيم داكوغ. نديرو ثانيا قبل درنا اولا نديرو دابا ثانيا كلاسيفيكاسيون بار افينيتي دي زونتيتي ميز اون جو. دابا غادي نمشيو لواحد لو تيب اخر ديال لي رياكسيون. دونك كاين هما تخوا، نبداو بالاول. دونك كاين واحد لو تيب دو رياكسيون كيتسمى سوبستيتيسيون الكتروفيل داكوغ، كيتسمى سوبستيتيسيون الكتروفيل. قال لك مي اون جو ان رياكتيف الكتروفيل. دونك الكتروفيل نتوما كتعرفوه هو انه رياكتيف كيكون بوزيتيف داكوغ، هو الكتروفيل. مثلا غناخد ليكزومبل ديال رياكتيف الكتروفيل، مثلا كاين اش بلس، دونك هذا كيتسمى رياكتيف الكتروفيل داكوغ، حيتاش الكترو بوزيتيف. اولا مثلا ناخد ان او 2 بلس داكوغ، تا هو كيتسمى رياكتيف الكتروفيل. وكاين بزاف، حنا غادي نقتصرو غير على جوج ديال ليكزيكزو. ناخدو مثلا واحد لا رياكسيون، مثلا غادي ناخد مثلا واحد البنزين داكوغ، وغنزيد ليه واحد لو رياكتيف، سوا هذا سوا هذا بحال بحال. ناخد مثلا ان او 2 بلس، دونك اشنو غيعطيني؟ دونك غادي يتشونجا ليا اش، هاد اش هذا اللي كان هنا، باش ان او 2 داكوغ. دونك هذه هي سوبستيتيسيون الكتروفيل، لي زيلكتروفيل كيتشونجاو بيناتهم، حيتاش هذا راه اش بلس، ملي غيمشي راه غيولي اش بلس، وهذا بلس بلس مع بلس تشونجاو كيتسمى سوبستيتيسيون الكتروفيل، حيتاش بجوجهم الكترو بوزيتيف. بصفة عامة كنديرو اس او داكوغ، كتعني سوبستيتيسيون الكتروفيل داكوغ. دونك نمشيو للتيب اخر كيتسمى سوبستيتيسيون نيوكليوفيل. قبيله الكتروفيل كيكون دي رياكتيف بوزيتيف، دابا العكس غادي يكونوا دي رياكتيف نيجاتيف داكوغ، كتسماو رياكتيف نيوكليوفيل. مثلا بحال اش كاينين لي رياكتيف؟ مثلا تقدر تلقى اش او موان، دونك هذا ايتان رياكتيف نيوكليوفيل. او لا تقدر تلقى اش موان، راه ماشي دائما كاينه اش بلس، راه ممكن تلقى اش موان، هادو كيتسماو لي زيدغور داكوغ. مما تلقى اش موان راه كيتسمى ان هيدغور، وهادشي من بعد ان شاء الله غادي نشوفو. المهم هنا اتسيتيغا راه كاينين بزاف، حنا غادي نقتصرو غير على جوج ديال لي زيكزومبل داكوغ. غناخدو هنا واحد مثال، واحد لا رياكسيون. مثلا غناخد هنا مثلا سي اش 3 سي اش 2 سي ال داكوغ. شنو غادي ندير؟ غنزيد واحد لو رياكتيف نيوكليوفيل بحال بحال، سوا زد او اش موا او لا اش موا، نزيد انا او اش موا داكوغ. دونك شنو غادي يوقع؟ غادي تشونجا ليا، غتوقع لي واحد سوبستيتيسيون نيوكليوفيل. شكون اللي هنا شارجي موا في هادو؟ دونك هو سي ال موا، دونك هذا عنده واحد شارج موا وهذا موا، غتوقع بيناتهم واحد سوبستيتيسيون، واحد لي شونج. دونك غادي تشونجا وغتولي ليا سي اش 3 CH2 O H. On a bien sûr plus Cl moins. D'accord? Donc, il y a substitution nucléophile. Qui a un échange entre les nucléophiles qui ont une charge moins. Ou quand il y a SN. C'est-à-dire qu'il y a une substitution nucléophile. D'accord? بالنسبة لهاد
ليكزومبل التالت او التيب دو رياكسيون كاينه سوبستيتيسيون راديكالير. دونك سوبستيتيسيون راديكالير اش انت تعني؟ كتعني هات مثلا كيكون عندك دي رياكتيف راديكالير في الاول، كيكون عندك سوا دي رياكتيف الكتروفيل او لا دي رياكتيف نيوكليوفيل. داكور، هنايا غيكون عندك دي رياكتيف راديكالير. شنو كتعني راديكالير؟ دونك مثلا غناخد انا واحد اكزومبل سي اش 4، غنزيد ليه واحد رياكتيف راديكالير. شنو هو في نظرك هاد الرياكتيف راديكالير؟ دونك نقول لي شنو هو راديكالير. دونك راديكالير هو اي حاجه كتكون عندي فيها بوان، مثلا كتكون سي ال بوان، مثلا كتكون بي ار بوان. داكور، بصفه عامه رياكتيف راديكالير سوا كيكون ار بوان او لا سي ال بوان او لا بي ار بوان، داكور، الى اخره. هادو هما لي رياكتيف راديكالير. داكور، ار بوان شنو كتعني؟ انه سوا يقدر يكون عندي مثلا، تقدر تلقى مثلا سي اش 3 بوان، يعني راديكال، هذا راه راديكال. داكور، تلقى مثلا سي اش 3 بوان، مثلا سي اش 2 بوان، الى اخره. دونك هنايا انا غادي ناخذ واحد فهادو، ناخذ مثلا سي ال. دونك هذا ان رياكتيف راديكالير. شنو غيعطيني؟ دونك شنو غيوقع هنا؟ غادي يعطيني سي اش 3 سي ال. دونك هنا تحيد لي واحد اش، وقعت له واحد سوبستيتيسيون، داكور، وقعت ليه واحد الشونج بواحد الرياكتيف راديكالير. دونك غيعطيني سي اش 3 سي ال، داكور. وهنايا كنكتبو بصفه عامه اس ار، كتعني سوبستيتيسيون راديكالير. داكور، دونك نمشيو لاخر فقره في الدرس. هنايا واحد الملاحظه، هنايا فاش وقعت لي سوبستيتيسيون راديكالير، دونك هنايا بلوس، هنا شكون اللي وقعت له سوبستيتيسيون؟ هو واحد اش، دونك هنا يمكن لكم تزيدوا اش بوان. داكور، دونك نمشيو لاخر فقره في هذا لو شابيتر اللي هي كلاسيفيكاسيون سولون لو كاركتير اوكسيدون او لا ريدكتور دو رياكتيف. دونك شفتو في اس 3 لو موديل ديال الشيمي دي زيلكتروليت، شفتو لي زوكسيدون و لي رياكتيف. داكور، نبداو اول حاجه رياكسيون دوكسيداسيون. هنايا في الشيمي اورغانيك شنو كتعني رياكسيون دوكسيداسيون؟ هي لوغسكون ليزون سي اش لورغانيك، هو انه او لا واحد الكومبوزي اورغانيك خاص يكون فيه لي كاربون و لي زيدروجين، هذه بصفه عامه. داكور، واحد الكومبوزي اورغانيك خاص يكون فيه كاربون و هيدروجين. دونك لوغسكون ليزون سي اش او لا سي سي بحال بحال اي رومبلاسي بار اون ليزون سي ايتيرو اتوم. شنو كتعني ايتيرو اتوم؟ هاد ايتيرو اتوم هما كاع لي زاتوم سوف لي كاربون و لي زيدروجين، هما جميع الذرات باستثناء الكربون و الهيدروجين. مثلا السوفر راه كيتسمى ايتيرو اتوم، لازوت كيتسمى ايتيرو اتوم، الى اخره. ولكن الكربون و الهيدروجين راه ما كيتسموش ايتيرو اتوم. داكور، دونك بصفة عامة شناهي رياكسيون دوكسيداسيون؟ هي ملي كيكون عندي واحد سي اش او لا سي سي و كيتبدل باش واحد لا ليزون سي ايتيرو اتوم. داكور، يعني غيتبدل ليا هنا اش بواحد ايتيرو اتوم، او لا هنايا الكربون غيتبدل ليا بواحد ايتيرو اتوم. امثله ديال لي زوكسيدون شكون هما؟ لي رياكتيف اوكسيدون، كاينين بزاف. دونك شفتو كا ايمينو 4، داكور، شفتو كا دو سي ار 2 او 7 او لا سي ار او 3 او لا اش 2 او 2 ايتترا. دونك كلهم فيما تشوف هذا في شي رياكسيون، عرف واش بلي هذيك لا رياكسيون دوكسيداسيون. داكور، هادو كيتسموا سون دي رياكتيف اوكسيدون. نمشيو دابا لرياكسيون دو ريدكسيون. هنا رياكسيون دو ريدكسيون هادي العكس ديال هنا. هنايا شنو كيتبدل؟ كيتبدل اش او لا سي باش بيتيرو اتوم. دابا هنا العكس، هذاك لي تيرو اتوم غيتبدل لينا باش سوا باش سوا
بالكربون صافي. وبالنسبه لي رياكتيف ريدكتور راه كاين بزاف، كاين ال اي ا ال اش 4، كاين ان ا بي اش 4، كاين زد ان ايتترا، دونك كاين بزاف هادو كيتسموا دي رياكتيف ريدكتور داكور. دونك بصفه عامه رياكسيون دوكسيداسيون هو انه كيتبدل ليا اش او لا سي اني باني تيرو اتوم. رياكسيون دو ريدكسيون كتكون لانفيرس ديال لوكسيداسيون، يعني غيتبدل ليا داك لي تيرو اتوم باش سوا باش او لا بسي. وقلنا لي تيرو اتوم هما كاع لي زاتوم من غير اش و سي، كاع لي زاتوم من غير الكربون والهيدروجين صافي. و امثله تاع لي زيتو اتوم راه كاينين بزاف، سواء كاين لازوت سواء كاين السوفر سواء كاين الاكسجين الى اخره داكور. دونك كنتمنى انه هذا الشرح يكون فادكم اكثر، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش ندخلوا ان شاء الله الشابتر الثاني.